السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل درس المناعة بعد ما رأينا أنواع المناعة اللي هما المناعة الطبيعية والمناعة النوعية بشقيها الخلطي والخلوي، ورأينا كيف أن هنالك تكامل بين الاستجابات المناعية. الآن سوف نرى كيف يتم تدعيم المناعة، كيف يمكننا تدعيم الاستجابات المناعية عن طريق طرق وقائية وطرق علاجية، حيث أننا ممكن نقسم طرق تدعيم المناعة إلى طرق وقائية اللي غنشوفوهم الأولين، ثم طرق علاجية اللي غنشوفوهم فيما بعد. إذن أولا الوسائل الوقائية، يعني اللي تستعملوا قبل ما تصاب بالغزو الجرثومي، يعني تنديروهم للوقاية من الغزو الجرثومي طرق وقائية. فأول طريقة هي الإنقاء. في ماذا تتمثل طريقة الإنقاء؟ طريقة الإنقاء تستهدف منع الجراثيم من الوصول إلى الأنسجة أثناء إجراء العمليات الجراحية. يعني غرفة العمليات تتكون معقمة بواحد الشكل لما يكونوش فيه الجراثيم، حيث أن لا سواء غرفة العمليات لا سواء القفازات والملابس اللي تلبسوا الجراحين كلها تكون معقمة بطريقة بأن تكون ديك الغرفة خالية من الجراثيم، حيث يتم ذلك عبر تعقيم غرفة العمليات وقفازي الجراح وكذلك الملابس ديالو والأدوات ديالو. إذن هنا هي ما نسميها بالإنقاء، وهي وسيلة كيف قلت تمنع الجراثيم من الدخول خلال إجراء العملية، لأن الشخص فاش يكون تيجي العملية تيكون الأنسجة ديالو مفتوحين، وبالتالي لا يمكن إجراء العملية الجراحية بطبيعة الحال، لا يمكن له إجراء عملية جراحية إلا إذا لم تكن لا إلا كانت إلا إذا كانت الغرفة خالية من الجراثيم. هناك طريقة أخرى أيضا وقائية تستعملوها بكثرة، وهي التطهير. التطهير وتتعرفوها بطبيعة الحال. فالتطهير هو أنني ملي تنجرح شنو تندير أول شيء تندير، وأنني تنشد داك المكان ديال الجرح وتندير ليه بعض المعقمات مثل الماء، مثل الألكول، مثل الماء ديال الجافي المخفف، أو مثل بيتادين الماء الأكسجيني مثلا، تندير ليه وتتسمى هاد العملية بالتطهير، بحيث أنني ملي تنجرح وعلاش ندير هاد العملية هادي باش ما يدخلوش الجراثيم عبر ذلك الجرح، لأننا شفنا بأن ملي تيحدث شي جرح فتتكون فرصة لدخول الجراثيم، وبالتالي فخصنا نطهر الجرح مباشرة باش منع الجراثيم من الدخول إلى الجرح. كاين أيضا طريقة ثالثة واللي تستعملوها في عملية الوقاية، وهنا خصكم تركزوا معايا مزيان، اللي هي طريقة مشهورة جدا واللي هي التلقيح، كيف ما تنقولوا الجلبة. فنشوفوا في التلقيح تجربة باستور كيفاش اكتشف فيها التلقيح ضد الكوليرا عند الدجاج. لاحظوا معايا، فباستور في الأول في بداية التجربة كان عنده زرع جرثومي حي، خدا داك الزرع الجرثومي الحي، يعني زرع جرثومي حي يعني عندنا جراثيم حية، وحقنوا الدجاج أ، النتيجة هي موت الدجاج أ، وهذا الشيء بين علاش؟ لأن الدجاج غير ممنع ضد جرثومات الكوليرا. بعد ذلك شنو دار في التجربة التالية؟ خلى داك الزرع الجرثومي أنه يموت، فأصبح لدينا زرع جرثومي ميت، يعني عندنا جراثيم ولكن ميتة، عندنا جراثيم ولكن ميتة. فحقنهم الدجاج بي، طبعا الحال ما غيموتوش لأننا حقناهم بجراثيم ميتة، وبعد أسبوع حقنهم بجراثيم حية، فإذا بالدجاج يبقى حي. هنا علاش الدجاج بقى حي؟ لأن من حقناه في الأول بالجراثيم الميتة الدجاج اكتسب مناعة، رغم أنها جراثيم ميتة فالدجاج غيدير دوك الخلايا الذاكرة اللي قلنا، تذكرتو في المناعة الخلطية والمناعة الخلوية قلنا بلي ديما واحد المجموعة تبقى ذاكرة، فدار ذاكرة مناعتية، إذا دار ذاكرة مناعتية، إذا من حقناه من بعد بجراثيم حية فكان بحال موجد له المناعة ديالو، عنده ذاكرة داك المرض وبالتالي بقى حي. وهذا هو المبدأ ديال التلقيح. فالتلقيح هو شناهو؟ هو تيحقنوا ليك ديك الجرثومة، يا إما تتكون ميتة أو لا جرثومة وهنة أو ضعيفة كيف ما شفنا في واحد التمرين، تيحقنوا ليك جرثومة ضعيفة بالتالي ما تتأذيكش، ولكن تتخليك تكتسب مناعة.
فتستهدف عملية تلقيح دفع الجسم إلى إنتاج مضادات الأجسام بكميات كافية لإبطال مفعول مولد جرثومة معينة أو سمين مرض معين تحسبا للإصابة. من أجل ذلك شنو تيديروا في هذا التطعيم أو التلقيح؟ شنو تيديروا فيه؟ يتم الحقن بالضوفان. شنو هو الضوفان؟ الضوفان هي جرثومة سمين أو جرثومة وهنة يعني ضعيفة، سمين أو جرثومة وهنة يعني ضعيفة تنحقنو سمين، كما هو الشأن في التلقيح ضد الدفتيريا والكزاز. فمني احنا كيفاش نديرو التلقيح ضد الكزاز والدفتيريا؟ فتحقنوا لينا جرثومة الكزاز ضعيفة وجرثومة الدفتيريا ضعيفة بطبيعة الحال، أو تحقنوا لك جراثيم مشابهة مثلا كما هو الشأن في الجداري، كما هو الشأن في الجداري. فالجداري تيحقنوا لنا واحد الجرثومة اللي تتشبه لها ولكن غير ضارة، وبالتالي فالجسم تيدير مناعة ضدها، في الأخير تنولي ممنعين ضد الجداري. إذا هذا هو المبدأ ديال التلقيح. المبدأ ديال التلقيح هو أننا يتم حقن الشخص بضوفان جرثومة وهنة أو لا سمين وهن أو لا جرثومة مشابهة، فالجسم ديالك تكتسب مناعة ضد الجرثومة، باش إلا جات الجرثومة بالفعل أنها تدخل تلقى الجسم ديالك ممنع ضدها سابقا. إذا هذا هو مبدأ ديال التلقيح. فالآن غنتكلموا على بعض الوسائل العلاجية يعني اللي تتستعملوا بعد الإصابة بالمرض. هذو اللي شفنا قبل كلهم تتصابوا قبل الإصابة بالمرض، الآن غنشوفوا وسائل تدار بعد الإصابة بالمرض يعني بعد الإصابة الجرثومية، تصابت الإصابة الجرثومية كما يسمى بالاستمسار. شنو هو الاستمسار؟ وهذه كنا شفناه في التجارب، كنا شفناه بعض التجارب. مثلا عندي هي عملية حقن مريض بمصل يحتوي على كميات مرتفعة من مضادات أجسام جاهزة صادرة عن أشخاص ممنعين ضد نفس المرض. عندي شي شخص اللي ممنع ضد مرض الكزاز، وعندي شخص ثاني مريض بالكزاز، شنو تندير؟ تناخذ المصل ديال داك الشخص الممنع ضد الكزاز وتنحقنوا داك الشخص المريض بالكزاز. علاش؟ لان المصل ديال داك الشخص الممنع ضد الكزاز شفنا باللي غيكونوا فيه مضادات اجسام ضد الكزاز. هذه الاستمسال، يعني تناخذ المصل ديالو تنقل المصل من شخص ممنع الى مصل شخص مريض، وبالتالي هذه هي عمليه الاستمسار. وهي عمليه بشكل كبير تنسميوها لي سيروم، فعمليه الاستمسار تكون بطبيعه الحال خصوصا ضد كاينين بحال الامصال ضد السم الافاعي، كاينين الامصال ضد بعض السموم وما الى ذلك اللي تستعمل بطبيعه الحال ضد بعض الامراض اللي كاينين في المستشفيات. الى حاولنا نقارنوا بين الاستمسار والتلقيح كوسيلتين، فاول شيء هو انهم بجوجهم مفعول نوعي، يعني مثلا اللقاح كاين لقاح ضد الكزاز، كاين لقاح ضد الدفتيريا، لقاح ضد مثلا الكوليرا، يعني كل لقاح خاص بجرثومة معينة. نفس الشيء بالنسبة للمصل، كاين مصل فيه مضادات الأجسام ضد الكزاز، كاين مصل فيه مضادات الأجسام ضد الدفتيريا فقط، كاين مصل فيه مضادات الأجسام مثلا ضد الكوليرا، يعني مفعول نوعي. ثاني شيء هو أن اللقاح الشيء اللي فيه مزيان هو أنه تيخلي الجسم يكتسب مناعة، الجسم ديالنا تكتسب مناعة، تيولي الجسم ديالنا معتمد على راسو. ولكن المصل لا، المصل غير تنقلو والاستمسار تنقلو مناعة من شخص إلى آخر، إذا سلبية، فغير تناخدو مناعة ديال شخص تنقلوها لشخص آخر، ماشي بحال اللقاح تيخلينا نكتسبو مناعة نشيطة. اللقاح مناعة مكتسبة ببطء، هذا هو اللقاح لأن خاص أيام باش مني تيحقنو لك في الأول الضوفان، فخصنا نتسناو أيام كيما شفتو في باستور، نتسناو واحد 6 أيام 7 أيام. علاش؟ باش الجسم لأن مناعة بطيئة، لأن المناعة النووية بطيئة باش يلاه تكون. الاستمسار لا، استمصاريا مناعة منقولة فورا. علاش؟ لأننا تناخذو مصل اللي فيه مضادات أجسام جاهزة، مصاوبة ديك المضادات الأجسام جاهزة، لأن عندنا شخص مريض خصنا نعتقوه جاهزة. المفعول اللقاح بطبيعة الحال تبقى دائم يعني عدة شهور وعدة سنوات، بينما المفعول ديال المصل فهو مؤقت، إن فوا تيسالي دوك المضادات ديال الأجسام أو لا تتقادى فصافي تيسالي المفعول ديال الاستمسار. ثم في الاخير كيف ما تكلمنا، فالتلقيح هو يستعمل للوقاية بينما المصل يستعمل للعلاج. التلقيح يستعمل للوقاية والمصل يستعمل للعلاج، هذا اهم الاختلافات بين الاستمسار والتلقيح. الان كاين ايضا ما يسمى بالمضادات الحيويه، هي وسيله علاجيه ليزونتيبيوتيك. المضادات الحيويه شنو هما؟ منين تنجيبوهم؟ المضادات الحيويه هما كاينين واحد الفطريات مجهريه تنتجو واحد المواد اللي تتقضي على البكتيريات. عندنا واحد الفطر مجهري تتسمى الاموكسيليوم، تنتج لنا الاموكسيسيلين.
عندنا واحد الفطر مجهري تنسميه مثلا البينيسيليوم، تنتج لنا المضاد الحيوي اللي معروف بينيسيلين. هذوك حنا تناخذوا ديك الماده وتيديروها مثلا في قارورات وما الى ذلك، وهي اللي تتباع في الفارماسيان باش تقضي ليك على الجراثيم. هي عباره عن مواد كيميائيه تفرز من طرف الفطريات المجهريه مثل بينيسيليوم نوتاتوم اللي تنتج لنا بيسينيم والتي توقف تكاثر البكتيريات. هنا عندي في هذه الصوره اللي تتشوفوا الان كيفاش نعرفوا واحد شكون هو المضاد الحيوي اللي فعال ضد شي مرض معين. مثلا هنا عندي جرشومتين، عندي جوج ديال البكتيريات، بغيت نعرف اش من مضاد حيوي فعال ليها. هنا عندي 4 ديال المضادات الحيويه، المضاد الحيوي هو الاول الثاني الثالث الرابع، هنا نفس الشيء نفسه الاول الثاني الثالث الرابع. لاحظوا في الاول ملي وضعناهم في الزرع الجرثومي، هذا زرع جرثومي، غنلاحظوا باللي شكون هو اللي فيهم فعال، هو هذا المضاد الحيوي الاول. علاش؟ لان هذه المساحه خوات. لاحظوا باللي هذه المساحه هذه تشكلت لنا ما يسمى بباحه الانحلال، يعني خوات، يعني هذا هو الاكثر فعاليه. شكون اللي تابعوا؟ تابعوا هذا. اما هاد الجوج هادو اللي بقاو ما عندهم حتى شي فعاليه ضد هاد الجرثومه، ما عندهم حتى شي فعاليه ضد هاد البكتيريا. الان جيو البكتيريا الثانيه، شكون هو المضاد الحيوي الفعال عاوتاني؟ هو هاد الاول عاوتاني. شكون تابعوا؟ تابعوا هذا، ثم تابعوا هاد الثالث، ثم بينما الاخير هنا فهو غير فعال ضد هاد الجرثومه. وهكا تنعرفوا تيكونوا عارفين كل مضاد حيوي خاص باش من اي جرثومه، شنو هي الجرثومه اللي غيكون فعال بالنسبه لها. اذا هادو هما المضادات الحيويه. كاينين مواد اخرى تشبه المضادات الحيويه، هي السلفاميدات، ولكن الفرق بينها وبين المضادات الحيويه هي هذه مواد مصنعه. المضادات الحيويه هي مواد طبيعيه ناخذها من الفطريات المجهريه، بينما السلفاميدات هي مواد كيميائيه مصنعه، حتى هي تدير نفس المفعول، تثبت على سطح البكتيريات، تتوقف النمو ديالها وتتقضي عليها. اذا هنا كنا تكلمنا على وسائل تدعيم المناعه، شفنا وسائل تدعيم وقائيه مثل الانقاء والتطهير والتلقيح، وشفنا ايضا وسائل علاجيه مثل الاستمصال، مثل المضادات الحيويه ومثل السلفاميدات. اذا نتمنى انكم تكونوا استوعبتوا هذه الفقره، والى الحصه القادمه ان شاء الله.